بسم الله الرحمن الرحيم. تمت العشية دورة التكوين في صناعة الأجبان، الدورة الأولى والوحيدة في المدلوي بمعهد السيد اليعقوبي للتكوين المهني تحت إشراف المكونة السيدة وملكة الأجبان بسمة مسعاوي. يرحم والديها، تعبت معنا، نصحتنا، خدمت معنا خدمة صحيحة، علمتنا بالقداء، علمتنا أنواع الأجبان التونسية والأجبان الإيطالية، وحمد لله تعلمنا، تعبت معنا ووسعت بالها معنا وعجبتنا، ومقتنعين زادة بالخدمة اللي علمتها لنا وفرحانين، وحمد لله يا ربي تعلمنا بالقداء وخذينا زادة شايدنا اللي هي معرفة بها زادة. ونشكر زادة ياسر المعهد تاع السيد اليعقوبي فيه كل المرافق يعني، وخدمنا يا السيدة المدام هالة وسعت زادة بالها معنا، ويعني وتعلمنا بالقدا، والحمد لله رب العالمين، وخذينا الشاب والحمد لله رب العالمين. واحنا وتكون المجموعة هذه هي المجموعة الأولى والوحيدة ان شاء الله المدلوي، وان شاء الله بقدرة ربي فما مجموعات اخرين وجروبات اخرين ان شاء الله باش يرجعوا على قريب، ان شاء الله باش يتكونوا زاده في المعهد، وننصحهم انا خاطر يعني خدمه باهيه، خدمه نظيفه، وتعلمنا بالقدا معناتها خدمه صحيحه، ويرحم والديهم الكل، واحنا زاده يرحم والدينا اللي تعلمنا.